وتجسيدا للقرار المشترك الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد القاضي بإعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع شقيقة تونس منتصف الشهر الجاري تجسيدا للقرار المشترك. شرع وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رفقة نظيره التونسي في زيارة عمل وتفقد لولاية الطرف، حيث وقف بالمركز الحدودي مطبول على آخر التحضيرات الخاصة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس. إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين سيعزز من أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وسيسهم في انتعاش الحركية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على البلدين. هذا وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود على جاهزية المعابر الحدودية لاستقبال المسافرين من البلدين. وزير الداخلية التونسي توفيق الشرف الدين من جهته أكد اتخاذ كافة الإجراءات العملية لاستقبال المسافرين الجزائريين بتونس وذلك في أحسن الظروف. خلال احتفاليات بستينيات كان السيد رئيس الجمهورية قرر إعادة فتح الحدود ولو أن الحدود يعني الجزائرية التونسية لم تغلق يعني أبدا. بالنسبة للحركة التجارية يعني كانت محلولة، بالنسبة للقاطنين في تونس أو في الجزائر من زواج المختلط أو من المقيمين كانت الأمور يعني تسير عاديا، ولكن الكوفيد 19 هو اللي خلى كثير من الدول تاخذ قرارات من هذا النوع، والجزائر اخذت قرار انذاك بغلق المجال الجوي والمجال البحري والمجال البري. اليوم متواجدين هنا ان شاء الله، والمراكز الحدوديه سوف تفتح على ايام قليله، متواجدين هنا للتنسيق مع الاخوه التونسيين لتكون العائلات التونسيه التي تريد الدخول الى الجزائر تكون بارتياح كبير، والعائلات الجزائريه التي تريد ان تدخل الى تونس تكون كذلك تدخل بارتياح كبير. فمناسبه لاقول انه عندنا 9 مراكز حدوديه، يعني ماهوش ام طبول صح هو الاهم، ولكن عندنا 9 مراكز حدودية في الولايات المجاورة. نتمنى حتى المواطنين يعني أن يتفرقوا على هذه المراكز حتى لا يتم الاكتضاض في أحد من المراكز الحدودية. تم قرار في أعلى مستوى صدر من السيدين الرئيسين الجزائري والتونسي في إعادة فتح المعابر، ما نقولش الحدود، الحدود عمرها ما تسكر بتونس والجزائر، هو فتح المعابر اللي تمت كانت مغلوقه منذ مارس 2019. فهذا الحدث الحقيقه كان ليه استبشار كبير في كلا الجانبين الجزائري والتونسي، وتفعيلا وتنفيذا للقرارات اللي صدرت في اعلى مستوى. حرصت ان يكون بمعيه صديقي واخي السيد وزير الداخليه الجزائري باش نكونوا هنا في احد اهم المعابر باش نقفوا مع بعضنا على توفير واتمام كل الترتيبات الضروريه من اجل استقبال متميز واستثنائي للاخوه الجزائريين في تونس. نحب ناكد صحيح نتحدث احيانا عن استقبال استثنائي متميز للاخوه الجزائريين كضيوف، لكن انا لا نقول لا ماهمش ضيوف، يبقوا الاخوه الجزائريين هما ابناء تونس، ابناء الجزائر، هو في بلدهم بلد واحد، دونك هما في ديارهم مرحبا بهم. صحيح حتى كي باش نعملوا استثنائيه لهم راهي تبقى استثنائيه لكن عباره في ديارهم. من بينها صحيح انا حرصنا انه من بين النقاط الجزئيه لكن تعكس حرص على توفير كل اسباب الراحه للاخوه الجزائريين والمركبات سواء وطنيا او دوليا الى البقاع